أكد مدير مستشفى الكويت التخصصية بمدينة رفح الفلسطينية أن الوضع الصحي في مدينة رفح الفلسطينية كارثي، مشيرا إلى أن مستشفى الكويت هو الوحيد الموجود في وسط المدينة ويمتلئ بالمرضى والجرحى. شدد مدير مستشفى الكويت التخصصية برفح الفلسطينية على أن كمية الطعام والأسرة والأجهزة والسولار والمتواجدة بالمستشفى لا تكفي لمواصلة العمل طويلا، وأشار إلى أن المستشفى يواجه صعوبات شديدة في التعامل مع أعداد الجرحى والشهداء بسبب انعدام الإمكانات والمستلزمات الطبية، فضلا عن تعطل جهاز الأشعة الوحيد بالمستشفى، وذلك بسبب ضغط الحالات.